نسبتي الاسم الصفه اوكي انا اوكي مزيان صافي تمشي كما كان مخطط لها تنسيق كان مع جميع المتفقين في القطاعات المتفقين خاصة مصالح وزارة الخارجية مصالح وزارة الصحة والصحة العسكرية أيضا مصالح وزارة الداخلية والدارة الملكية المرحلة الأولى للاستعداد لرحلة من في مدينة يوهان ورحلة حتى مدينة بن سليمان دزت في ظروف جيدة كلهم كانوا كيتمتعوا بصحة جيدة الطاقم الطبي اللي كان مشرف عليهم أثناء الرحلة قام بالدور ديالو وما كان حتى شي مشكل صحي أثناء الرحلة تم كشف طبي ثاني أثناء في مطار بن سليمان تأكدنا من خلوهم جميعا من أي مرض أو أي علامة ديال المرض استقبلوا بظروف جيدة استلموا الأمتعة ديالهم تمت رحلة من مدينة بن سليمان إلى مدينة مكناس حنا الآن كنتواجدوا في مركز مستشفى سيدي سعيد بمكناس واحد من المركزين اللي تخصصوا لاستقبال المواطنين العائدين لأن تم تقسيمهم على مجموعتين في مطار بن سليمان المجموعة الأولى مشات للمستشفى العسكري في الرباط المجموعة الثانية مستشفى سيدي سعيد الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير رفقناهم حتى لهنا توزعوا على الغرف على جميع المرافق ديال المستشفى الحمد لله المستشفى تم إعادة الهيكلة ديالو مؤخرا مازال جديد بتجهيزاته الطبية أو بالمرافق فيما يخص الأسرة أو الأغطية إلى آخره فالكل جديد احنا راعينا بأن جوج هدفين يكونوا في هذه العملية أولا السلامة الصحية ديال العائدين والسلامة ديال ذويهم ديال الأسر ديالهم والسلامة ديال المحيط ككل بالإضافة إلى جميع ظروف الراحة ديالهم اللي غادي تبقى مفرة طيلة الفترة ديال المراقبة ديالهم وضعهم تحت المراقبة الصحية طيلة الفترة ديال الحضانة الممكنة ديال الفيروس تنكونوا تأكدنا من أنهم خاليين من الفيروس والتأكد من ذلك أيضا غادي نقوموا بتحليلات ناخذوا العينات ما بين اليوم والصباح الغد إن شاء الله ونصيفطوها للمختبر ويكون تحليلات الفيرولوجيه باش نكونوا متاكدين بانهم خاليين من حمل الفيروس ان شاء الله. حاجه ديال الزياره ديال الوالدين العائلات كل شيء غادي يتم الاخبار اول شيء اول باول كل شيء غيكون الاخبار ديال الطلبه اللي كيستقبل هنا 97 حنا كاين عندنا 97 طالب المغرب شحال دخل ديال الطلبه؟ كاينين 167 وهنا كاينين 97 الاعمار ديالهم الأعمار ديالهم هذه معلومة نعطيوها لكم من بعد لأنه كلهم شباب أنا على كيتبين لي أنا استقبلتهم في المطار وجيت معاهم كلهم كيتبينوا شباب كاين حتى أسرة كاين السيد والزوجة ديالو وطفلين صغيرين الباقي كيبانوا شبان في العشرينيات كاين احتمال يظهر المرض يعني بما أنهم تحت حالة نظرية الاحتمال وارد ولكن حنا جهزنا جميع التجهيزات اللازمة باش أننا أي مجرد ما تبان علامة من علامات المرض أننا نتكفلوا بها ويتم العزل ديال الشخص ويتم التكفل به. بالنسبة لاستقبال ديال وسائل الإعلام غادي يكون التواصل مع وسائل الإعلام كيف ما كان إلى حدود الآن أولا عن طريق كومينيكيت بريس وثانيا عن طريق التواصل النقط ديال التواصل مع الإعلام بحال هذه اليوم كنتكلم معكم معايا السيد المدير الجهوي ديال الصحة بمدينة بفاس مكناس من بعد يمكن يكون أنا كنتواصل يمكن يكون السيد المدير الجهوي فوزارة الصحة متواصلة مع الإخوان ديال جميع المنابر الإعلامية بشتى الوسائل الممكنة. هذاك السيد عفاك السيد اللي مع بنته هذاك التاجر ولا شنو المهنة ديالو تما؟ هو ما عنديش لا غير لا عنديش هذه المعلومة لا لا ما عنديش شكرا شكرا يمكن السيد جوج دراري صغار شكرا شكرا علاش هذه المعلومة شفتي فيديو مشينا عليه. إذا المشاهدين قد شفتوا في هذا التصريح ديال الأطباء أو الطبيب المشرف على طلبة اللي جايين من هاواي عندنا تظهر على جوجة ديال الصور. ضيفوني في الأول نعطيكم واحد نص صور بالعربية بدينا الأمازيغية وبدينا العربية.